السلام عليكم. إن من أعظم وأشع الناس على الإطلاق هم الصحابة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في بداية الإسلام، فأولئك قد تحدوا الكفار وخاطروا بأنفسهم وأموالهم وأهلهم يقينا بالله تعالى ونبيه. ومن أشهر هؤلاء الصحابة هو صهيب الرومي، والذي كان له قصة عجيبة مع قريش عندما حاولوا قتله ليترك الإسلام، فقام بعمل لم يتوقعه أحد لينجو منهم، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. كان والد صهيب أميرا تابعا لكسرى على بلدة الموصل، وأصله من اليمن. وكان صهيب يعيش بعز ونعيم مقيم منذ صغره. وفي أحد الأيام غار الروم على بلدتهم فدمروها وسبوا نساءها وأطفالها، وكان صهيب من بين الأسرى. فعاش عند الروم مدة، وكان ملكا لتجار الرقيق والعبيد. وفي أحد الأيام جاء وفد من قبيلة بني كلب فأخذوه إلى مكة، فاشتراه منهم عبد الله بن جدعان، وكان تاجرا كبيرا. ومع مرور الأيام أعجب عبد الله بذكاء وحنكة صهيب، فأعتقه وحرره من العبودية، وأصبح يعمل في التجارة حتى كثر ماله وارتفعت مكانته في قريش. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أول من آمن به هو وعمار بن ياسر. وعن عمار بن ياسر قال: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقلت له: ما تريد؟ فقال لي: وما تريد أنت؟ فقلت: أردت الدخول إلى محمد فأسمع كلامه. فقال: فأنا أريد ذلك. فدخلنا عليه، فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يومنا حتى أمسينا، ثم خرجنا مستخفين. وكان صهيب من السبعة الأوائل الذين أعلموا إسلامهم وجهروا به، فلقي بسبب ذلك من العذاب والعقاب الكثير الكثير، فكان يربط في الشمس ويعذب مع عمار وأهله. وبعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعدة أيام، قرر صهيب أن يأخذ ما جمعه من أموال من تجارته ويلحق به، وذلك في منتصف الليل عندما ينام كفار قومه. فانتظر غياب الشمس وانتصاف الليل في إحدى الليالي المظلمة، وجمع ماله وركب على دابته وانطلق هاربا من قريش. فأحس به أحد مشركي قريش فأخبر قومه وأيقظهم، فتبعه نفر من المشركين ليمنعوه، فأدركوه واستطاعوا اللحاق به. فوقف واستخرج نباله من كنانته وقال لهم: يا معشر قريش، تعلمون أني من أرماكم، والله لا تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي بيدي منه شيء. فقالوا له: أتيتنا صعلوكا فكثر مالك عندنا، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال: أرأيتم إن تركت مالي لكم هل تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على الموضع الذي خبأ فيه ماله بمكة، وترك لهم ما معه من مال، فسمحوا له بإتمام هجرته إلى المدينة المنورة بعد أن ضحى بكل ما يملك في سبيل دينه. انطلق صهيب فرحا بنجاته من مشركي قومه ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشره بمجيئه. وفور وصوله إلى المدينة اتجه إليه، فاستقبله الرسول بابتسامة عريضة وقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع، ربح البيع. وعن صهيب رضي الله عنه قال راويا ما حدث معه: وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: يا أبا يحيى، ربح البيع ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام، وذلك من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بما حصل معه دون أن يخبره أحد. وأنزل الله تعالى الآية الكريمة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأمضى صهيب حياته بجوار رسول الله، ولم يتخلف عن أي غزوة ومعركة على الإطلاق،
حتى توفي في السنة 38 للهجرة. نرجو أن يكون المقطع قد نال أعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعيل زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.